كل هذا الجمال المحيط في مدينة جدة التاريخية في السعودية والمدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو يجذب السياح لتوثيقه، بعد أن كانت المملكة على مر عقود من الزمن مزارا لحجاج بيت الله الحرام وللباحثين عن عمل. في الواقع فوجئت بمدى روعتها، الناس ودودون جدا والمباني والمدينة والثقافة مثيرة جدا للإعجاب، إنها مدهشة وقد أحببتها. جدة التاريخية تتباهى بعدد من المعالم والحصون والمباني الأثرية، منها آثار سور جدة وحاراتها التاريخية، حارة المظلوم وحارة الشام وحارة اليمن وحارة البحر. المنطقة جميلة جدا، منطقة تاريخية ولها أساسها ولها جذورها عبر التاريخ. طبعا وقفت فترة السياحة في المملكة عامة وفي العالم كله عشان جائحة كورونا. تتميز بمناطق ازدهرت فيها المجتمعات المسيحية واليهودية ذات يوم وبساحل مذهل يطل على البحر الأحمر، عدا عن ثقافة متنوعة تشكلت عبر طرق التجارة والحج القديمة. المملكة بحلتها الجديدة تحاول الترويج للسياحة كسبيلا لخلق مزيد من فرص العمل للسعوديين وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاقتصاد وتحسين صورتها في الخارج.